حراسة المرمى لدينا هنا محاولة من جانب المنتخب النيجيري وستستينا وهدف ثالث هدف ثالث قد يلقى نيجيري وهذا واو هدف وكان بديع يكسر العارضة وتصدم الكرة حتى الآن كرة للمنتخب النيجيري داخل منطقة الجزاء والتسديدة والهدف الأول الهدف الأول يعدي والهدف الأول جول جول نيجيريا جول 10 دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني منتخب نيجيريا عن طريق العملاق عمر صادق في القائم الثاني فاز خطير ومكار جول 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 فانا سانجاري حدانو سانجاري جبانو سانجاري الخيول البركينية سريعة رهيبة وقوية هذا هو منتخب بركينية